أحياناً معلومات كتير بسيطة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة بدول العالم بتكون عنا يمكن سر من الأسرار الخطيرة والأسرار والألغاز اللي حتى النواب ما بيقدروا يكتشفوها. وين صار كمان حق الوصول للمعلومات؟ يبدو أنه هيدا القانون حتى بمطارح عصية حتى على النواب. خلينا نشوف هيدا التقرير اللي بيحكي عن سؤال عن عدد الموظفين بالقطاع العام بلبنان اللي سألوا أول وصوله للمجلس النيابي النائب نعمة فريم. خلينا نشوف هيدا التقرير ونرجع نستقبل سوا النائب نعمة فريم. مع انتهاء الحرب سنة 1990 تبين أن الإدارة اللبنانية بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وترميم بسبب تراكمات على مر السنين وغياب المخططات التوجيهية للإدارة وحسن سير العمل فيها. طبعاً كل هيدا أدى لدخول أعداد هائلة من الموظفين على الإدارة على خلفية المحسوبيات ومصالح السياسيين، وانعكس سلباً على الأداء الوظيفي بظل غياب أي محاسبة أو مساءلة للموظف يلي مش فارقة معه إلا أنه يرضي السياسة أو الزعيم يلي أمن له الوظيفة. ما رح نسمح لحالنا نحكي عن أعداد أو أرقام موظفي الدولة لأنه الواقع بدل أنه ما في إحصاء جدي أو حقيقي عنهم، والوصول إلى هيك أرقام يبدو أنه غير متاح، أما السبب فطبعاً المحسوبية. ما بيمر نهار إلا وبتسمع المسؤولين عم يحكوا عن الإصلاح الإداري والترشيد وضرورة المحاسبة وتطهير الجسم الإداري من الفاسدين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. طيب إذا كان الكل بيفكر بهالطريقة، من وين هالتخمة بعدد الموظفين بالإدارة ولمين تابعين؟ وليش ما في أرقام حقيقية عن عددهم؟ وليش تحولت الإدارات إلى ما يشبه مغارات للفاسدين، أو أكثر من هيك تحولت إلى مغارة علي بابا اللي بتساع الكل؟ قدم هالواقع وبعد غياب كبير لأي خطوة إصلاحية بالإدارة، نائب شاب جديد على العمل البرلماني بيتقدم من وزارة العمل ومجلس الخدمة المدنية بطلب الحصول على جداول كاملة عن أعداد موظفي الدولة بهدف وضع دراسة علمية عن إنتاجية الدولة ومحاولة تصحيح ومعالجة الثغرات بالإدارة. مبادرة مهمة إن فيها النائب نعمة فريم، ولكنها يمكن تبقى حبر على ورق قدام واقع إداري متردي وقدام كم هائل من المحسوبيات والمصالح يلي بتحكم الوضع الإداري بالدولة. فكيف رح تسلك هالخطوة طريقة للتنفيذ، خصوصاً أنه إصلاح الإدارة وحده اللي بيشكل مدخل لاستعادة ثقة المواطن بالإدارة والدولة؟ سعادة النائب مساء الخير. مساء الخير. يعني تعودنا عليك معارض بالقطاع الصناعي ومطالب بالحقوق، واليوم كمان نائب عم بتسأل أسئلة، وأول أسئلة أول أسئلة اللي سألتها هي جديرة أنه تنسأل. ليش سألتها؟ لأنه كتير عم ندفع معاشات، ولا لأنه لازم يكون في موظفين منتجين وكفؤين؟ ليكي، أول شيء أنا بدي أشكر الام تي في لأنه خصصت لهالموضوع هالقد أهمية، لأنه فهمت علي إذا بدك وفهمت على المواطنين وعرفت أنه مثل ما أنا حسيت أنه بيت القصيد هو هون. المشكلة الأساسية بلبنان، وأخذت كتير وقت معي تعرف ليه نحن بلدنا ما بيشبهنا، ليه بلدنا ما بيشبه الناجحين، ليه بلدنا منه هالبلد كيف نحن رسمينه براسنا بيكون بلد. ليه منه هيك؟ اكتشفت أنه المشكلة الأساسية أنه في شيء اسمه مؤسسة الدولة اللبنانية عملياً مش عم تعطي الإداء اللي لازم تعطيه. بلشت بسؤال، ويمكن هذه بخبرتي الماضية، لأنه أنا ما تنسي من وين جاي. أنا رئيس تنفيذي لمجموعة صناعية طبعاً. يعني عملياً بيشتغل بهالشغلة بالذهنية وبناء المؤسسات. أهم مؤشر عنا هو الإنتاجية. نعم. حسيت حالي أنه من واجبي أنه أسأل هالسؤال. إذا بتبلش من محل. شو طلع معك؟ قد إيه عدد الموظفين؟ لا، أول شيء جواب، خلينا نتفق على شغلي. مشكلتنا أنه ما بنعرف الجواب. أنا بعرف أنه كل الأشخاص اللي سألتهم عم يتعاونوا، بس ما بيعرفوا. طيب كيف ما بيعرفوا؟ ليش ما بينعرف قد ايه بندفع معاشات لكم شخص؟ لحقلك انا بالبلد انا كثير هين، حضرتك اذا بالمؤسسه بدك تعرف قد عندك، بس تقلك لا قد ايه بتدفع معاشات. ما هذه المشكله، بس تقلك انا كيف وصلت على الفكره. نعم. تسال هذا السؤال
ظلت معلقة براسي. بس كنا بالهيئات الاقتصادية، نعم، جربنا نعرف ادى كلفة سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد البلد. نعم. طب تنعرف نجاوب، عم ناخد خطوة، خلينا نعرف دا بدها تزيد كلفة الدولة اللبنانية. ما كان حدا جاوبنا. بعد سنين، لأنه هذا الموضوع أخذ 4-5 سنين، نعم، بعد سنين سمعنا أنه قبل ما طلعت الموازنة الجديدة وأقرت السلسلة، قالوا أنه كلفتها، لأنه بلغوا لبنك المركزي كلفتها رح تكون 800 مليون دولار. نعم. على هالأساس نعمل مخطط مالي للبلد. أقرت السلسلة، ده طلع الرقم مليار و300 مليون دولار، يعني أكثر ب 500 مليون. هل قد فرقت معنا؟ نعم. شو بدي أقول لك؟ أنه نحن بتقولوا بالإنجليزي we are not in control، ما عم نسوق. وهيدي بس تكون مؤسسة ما حدا عم بيسوقها بتوصلك إلى كوارث، وهذا اللي معقول يصير. على هالأساس سألت هالسؤال. جواب لليوم، أول شيء بدي أقول لك مجلس الخدمة المدنية جهاز محترم بالفعل، نعم، عم يتعاون معي، بلشنا نشتغل على هالموضوع، واكتشفت أنه عندنا مشكلة أساسية. أول شيء التوظيف في لبنان، نعم، قانونيا كل شيء غير قوى العسكرية، قوى الأمنية والأساتذة. أنت طلبت أنه يشمل كل شيء، قوى العسكرية، الأساتذة، كل القطاع، قد ما فينا نوصل، إيه، قد ما فينا نوصل مع الملاك موظفين، يعني مع المتعاقدين ومع المواومين. بس هاي معلومات لازم تكون كتير متاحة. أفعلا بالأكيد. طب خلينا نبلش، يعني ليك خلينا نتفق على شغلي. نحن بلدنا كتير بعيد عن مطرح ما لازم يكون، بس تنعرف نوصله أول شيء بدنا نعمل بدنا نشخص المشكل. هل إجاك أي رد؟ إيه بلش. أكيد. شو بلشوا يعني؟ بلشت الأجوبة بتجي. هل ما هي عم بلش لك إيه؟ في كل شيء بالدولة غير قوى المسلحة، نعم، والأساتذة، نعم، بيخضع لمجلس خدمة مدنية، نعم. للأسف في صاير شيء من عمر من وقت من 20-15 سنة، التوظيف السياسي يلي عم بيكون سريع، يلي عم يطلع من مجلس الوزراء، نعم، ما عم يخضع لمجلس الخدمة المدنية. وهيدا كمان له مبرر بمكان ما، أنه الملاك، نعم، الملاك يلي على أساسه بتأسس المؤسسة بعده قديم بلبنان. يعني نحن آخر مرة طورنا الملاك العام تبع المؤسسة الدولة اللبنانية من الستينات أو السبعينات. بس هذا كله ما بيبرر إنه ما في أعداد. هيدا نعم. أول شيء عم تسأليني، هلا أنا أول شيء معك مش ضدك، تتفق. بعرف. نحن عم نسأل الدولة وحنتعاون كلنا سوا، وبتأمل يكون في النية اللي أنا عندي إياها. أنا نيتي هي التالي، بدنا نرسم أورجانيجرام الدولة اللبنانية اللي اسمها مؤسسة الدولة اللبنانية، نشوف ونية هي اليوم، نقيس الانتاجية لكل قطاع ولكل مديرية، ونبلش نحط مخطط تصحيحي. أول شيء يعني ممكن أنه موظفين غير منتجين بمطرح يكونوا منتجين بمطرح. في أو يمكن عنا مثلا بالسكك الحديد وقطاع النقل، بس أنا بقول لك أكثر من هيك، أنت عندك ملاك قديم، حتى بالبريد بيقبضوا ما بيشتغلوا. أكيد. لازم أنه يكون حتى بقلب كل مديرية، بقلب ما. كل مديرية بعد في مثلا عدد اللي بدق دكتيلو 20، طب ما في كمبيوتر سبيشاليست، ما في اناليست، ما في، لانه بهديك الايام ما كان في هيك مراكز. بقى نحن مطلوب منا نرسم، نصور الصوره، من هيك سميتها نوع من سكانر، نعم، او ERM للمؤسسه الدوله، نصورها لتشخيص المرض مزبوط، ونرجع نقول كيف لازم تكون، ونرجع نبنيها عن جديد. لانه انا بعتبر اساس المشكله الموجوده اليوم بلبنان هي انه هالمؤسسه اللي اسمها مؤسسه الدوله اللبنانيه مش شغاله مزبوط. هي يلي عم تخلي المواطن ما يكون، نعم، بيعتبر الدوله هي امه وبيه، هي اللي بيعتمد عليها ساعتها، نعم، هو بيصير ملزم فيها، مش بس ملزم بالطوائف طبعا. طب ساعتها بيصير في عندنا دوله مزبوط. تاني شيء، اذا ما قدرنا حسينا الانتاجيه،
الكوارث الاقتصادية اللي جاي علينا يوم أكثر من يوم مربوطة مباشرة بالإنتاجية. نعم. ما فينا نحن اليوم نقول عندنا مؤسسة ما بتخلق قيمة مضافة. نعم. مش مقبول أنه يكون في عندنا على بواب على مركز بواب 40 بواب مسجل بالدولة 40 بواب معنا مداخلة. ما في محل يقف وحد. نعم. الباب معنا مداخلة من الخبير الاقتصادي دكتور لويس حبيقة. مساء الخير دكتور. نعم. مساء الخير لك والأستاذ نعمة. مساء الخير. نعم. دكتور كيف أحوالك؟ منيح دكتور. الرقم كان دولة الرئيس الحص بيقول الرقم بلبنان وجهة نظر. نعم. فهل كمان الرقم بأعداد الموظفين بالقطاع العام هو حيتحول لوجهة نظر؟ هل ممكن ما يكون في رقم؟ ما يكون في أعداد؟ رقم. وين الرقم؟ وين الرقم؟ وزارة المالية أكيد عندها الرقم، ولكن أوكي. الموضوع أنه بكل شيء مش بس بعدد الموظفين، كل شيء معلومات كثير صعبة عليك تحصلي عليه. بسموا المعلومات قوة، يعني وبالتالي بيحتفظوا فيها. إذا بتفوتي على ويب سايتس الوزارات كله تتفاجئي بقلة المعلومات طبعا. حتى إذا بتفوتي على ويب سايت بتشوفي بعده اسم الوزير السابق وبالتالي ونمر التليفونات كلها غلط لأن أنا بجرب استعملهم مثل على النمر كلهم ما يكون كمان بدون. على ويب سايت مجلس النواب بعض الأسماء النواب السابقين أوكي هلا أكيد بعد ما صار لهم زمان نعطيهم شي سنة مينيموم يترو غيرهم ولكن كمان العدد موجود 200 ألف الموظف أو الأخري مش هون كمان المشكلة أكبر أنه بتنقية هالموظفين يعني اليوم على أي شو الكريتير شو على أساسه الموظف عم يفوت على الدولة يعني بالشركات الخاصة كانوا إندفكو أو غير شركات هالموظف بيصير في تحليل للسيفي تبعه في انترفيو في جدي هذا دور مجلس الخدمة المدنية. نعم بس مجلس الخدمة المدنية وكمان بس دكتور يعني السؤال انه هل هيدا سر يعني اليوم مش ملزمة وزارة المالية انه تعطي الرقم انه اذا نائب ما اليوم نائب وجه سؤال بعد ما رفضت الوزارة. نعم. بعدنا عندنا اجتماعات سوا ما في. نعم. بعدنا اليوم ما عندي مشكلة يعني اليوم المشكلة هل أنتم كخبراء عندكم تقدير عن عدد عن هالعدد؟ افترضي عنا تقدير مش معناتها العدد صح يعني اليوم كيف بدك تركبي دولة أهم من قصة العدد أنه اليوم عم نشوف بهالوزارة حصتي وحصتك. نعم. يعني استاذ نعمة بيعرف انه مش هيك الدولة بتنعمل. نعم. يعني بصير كل حصة ماشية لوحدة اذا انا حصتك تمشي على اليمين وحصة غيرك على الشمال يعني هاي دولة هيك ما قلنا هل برأيك أقولها. يعني بس سؤال هل برأيك انه الرقم او الارقام مخيفة أكيد بتخوف أكيد ما بيعطونا إياها لأنها بتخوف دول تاني بتخوف ما بعرف عم بيساعدوا لبنان اقتصاديا المؤتمرات الخارجية هل إنه حتى الدول المنحة أو الدول بتساعد لبنان أو دول بتدين لبنان هل إنه ما بتطلب هالأرقام وما بتحصل عليها مين بتخوف؟ شوفي في عنا أرقام مثل هاي وأكثر من هاي ما حدا بيعرفها نسبة البطالة ما حدا بيعرف شو هي التضخم ما حدا بيعرف شو هي بس نسبة البطالة دكتور هيدا يعني شوي غامضة لا يعني مش غامضة لا بس انت اليوم عم تحكي عن عدد موظفين مثل واحد يعني بيقولوا له قديش عندك اولاد بيقولوا ما بعرف قديش عندي اولاد لا كلهم بيعرفوا عدد موظفين الدولة يعني انه قديش بيدفعوا معاشات لمين وعدد الناس اللي بيدفع لهم معاشات اعطيني 6 شهور لحكوا عن الرقم وانا باكد لك شو ما كان العدد اكثر بكثير من ما لازم يكون عندنا اكيد يعني بالتالي في أكتر فائض هائل هاي المحنة نسميها البطالة المقنعة كرمال هيك كنا خايفانين أو كانوا خايفانين من سلسلة الرتب والرواتب ومن التعويضات اللي بدها تترتب على سلسلة الرتب والرواتب لأنه هالقد في أعداد موظفين ما يعني مش غير مصرع عنهم علنا يعني لا هو مصرع عنهم بس لا أنا مصرع عنهم بس مش الناس ما عازي يعني بكل إذا بتفوتي بكل وزارة وزارتها بتشوفي في عدد كبير ما لازم يكون موجود لا مش بحاجة لإله هاي كل في بلا طعمة هاي بطالة مقنعة وبالتالي بدها الدولة بدي اعتذر عن كلمة تنظيف يعني بدها الدولة ترجع ينعاد النظر فيها وتركيبتها ولكن نحن اليوم بلبنان هل نحن بهالجو هذا المطلوب نصير مطلوب نصير هيدا اللي لازم نصير ولا رح نفلس وننتهي 100% هلا نحن بيننا بشو حصتي وحصتك يعني شو يعني ماشيين بعكس السير كليا نعم للاسف شكرا لك دكتور حبيقة طيب قلت لي اعطينا وقت كنت عم تحكي 6 اشهر ليش انا عم اقول لك لانه بدي اشتغل على الموضوع وبدي اقول لك شغله انت بدك تعمل احصاء يعني نعم اكيد هذا دوري هذا لا اكيد اول شيء هذا شغلي نعم. يعني انا بقول لك شغلي
أنا جاي على مجلس النواب بدي أشتغل ولألي هون ببلش الشغل. هيكلة إعادة هيكلة الدولة اللبنانية وبناء مؤسسة اسمها مؤسسة الدولة اللبنانية مع قياس الانتاجية بكل قطاع ونعلي الانتاجية، لازم تصير القطاع العام اللبناني منتج قد القطاع الخاص اللبناني، وإذا ما كان هيك نحن بلدنا مش لقلنا، لأنه بلدنا لازم يكون على صورتنا، وإذا ما كان على صورتنا ما عود لقلنا. هل ممكن أن يكون في موظفين بيقبضوا ما بيشتغلوا ما بيداوموا؟ اليوم هيك، ما هو اليوم هيك، بدنا نشخصهم نشوفهم. أول شيء ما نغير، في موظفين وهميين برأيك؟ أكيد في موجود. أنا بقول في موظفين ميتين، أنا بقول في موظفين ميتين. أوكي لهون واصل، بس خلينا نشوفه على الورق والقلم نرسمه. كيف يعني؟ خلينا نوضح، كيف ميتين وبعضهم مسجلين أنه ميتوا ما خبروا أنه ميتوا، دفنوا أكيد في كتير. ما فيك تعرف قديش في قصص. أول شيء المطلوب هو التالي، نشخص، نرجع نفوت نشوف. مش انا مش عم بحكي بس عدد، استاذ نعمت انه حبيبي انا مش جاي العب. اول شيء ثاني شيء اكيد رح يخلوني لانه هذا البلد. حدا نصعك انه شو بدك بهالشغله؟ ما كنتش ترشحت على النيابه اصلا، انا بس جاي، بس حدا عم بيقول لنا جاي في التعليقات اللي الاسئله اللي وردت على الحلقه. نعم. بعد ما انا بريء هالسؤال اصلا، انا متخبري خبريه، ما كان حدا بده يقبل سؤالي. في اسئله على القلم ما كان بده يقبل السؤال. لا، في ناس بالعكس عم بيصنعوا على سؤالك وعم بيقولوا انه في ناس نصحوك انه ما تكفي. لا لا لا، ليكي انا متفاجئ. اول شيء عن جد في نية طيبة بالبلد. انا عم لك مثلا مجلس خدمة البدنية. نعم. عم يشتغل كثير منيح. طيب. وبالعكس وهلا وزارة المالية حنجتمع سوا ونبلش نشتغل. ايه. بس بدي اقول لك شغلة واحدة. نعم. بدي الفت نظر على موضوع اساسي. مش فضل. مش قبل ما نحكي بالعدد انه بدنا نبعت ناس على بيوتها، قبل ما نحكي بهالشيء ليش بدهم ينبعثوا ناس على بيوتهم؟ ما هذا هو بدي اقول لك، ما هذا بدنا نبلش مشكلة اجتماعية. نعم، بدنا نبلش بالاول نقول هيدي الهيكلة كلية البلد، الدولة مثل ما هي اليوم، وهيدي انا بقول لك من هلا انه هيدي ما بتسوى، قديمه على القليل موديل الستين او السبعين. بدنا نعمل موديل. نعم. هيكله الدوله يعني كل استاذ. نعم. نعم. سؤال اليوم هلا الموظفين اللي عم يحضرونا. نعم. عم يقولوا ليش بس الدوله بدها تزبط بانه فينا، ليش ما بتزبط بغير اشياء؟ توقف الصفقات، السمسارات، الاتفاقات، التراضي اللي عم نحكي عن الموضوع لانه انت عم تروح بالموضوع انه عم بيسبب كارثه اقتصاديه. ايه؟ بس بالمقابل في كمان كتير اشياء عم بتسبب كارثه اقتصاديه. بين كل شيء عم بيصير لي انا نمبر 1 المشكله الاساسيه هي انتاجيه مؤسسه الدوله اللبنانيه. انتاجيه مؤسسه الدوله اللبنانيه لازم تصال، وانا عم اقول لك مع الاستفادة من كل الناس، مع إعادة توزيع للناس، بس مش بالتوازي لازم يصير أبدا كمان مزبوط. بس ما هي بس الدولة تكون. نعم. شغالة مزبوط، بتصير الدولة هي حامية القيم. يعني خلينا نتفع على شغلة. ايه؟ قطاع العام مؤسسة الدولة اللبنانية بتصير هي شغالة بلا السياسيين. نعم. مش السياسي بس يربح، ما بعد في تدخلات بس يربح. نعم. السياسي اليوم بلبنان بيعتبر قطاع العام هو غنيمة حرب، بده يجي يستفيد منه. بس تكون القطاع العام شغال وماشي مزبوط يعني عمليا. نعم. بس يكون مدير العام الدولي هو الاستمرارية من عهد إلى عهد إلى عهد، وبيجي الوزير بيراقب، بيجي الوزير بيتدخل. إن شاء الله أنه تزبط معي. إذا ما بنعمل أو مش هتزبط معي اليوم، لا تزبط معي بعد 4 سنين. ومش وحدي، مش وحدي. بزمن زمن الإنتاج. نعم. بقي معنا استاذ نعمت. نعم. معنا باتصال القاضي مروان عبود رئيس الهيئة العليا للتأديب، بيعطينا بعد لمحة عن رأيه بهيدي القضية اللي هي هالقد فيها غموض. مساء الخير رئيس. ايه اهلا. مساء الخير رئيس. اهلا استاذ فريم. رئيس حضرتك رئيس الهيئة العليا. نعم. للتأديب، مش لازم يكون في عندكم بالهيئة مسح شامل عن عدد النهائي يعني او العدد الرسمي لعدد الموظفين بالقطاع العام بلبنان؟ للحقيقة قبل ما نبدأ بحب أوضح دور الهيئة العليا للتأديب. نعم. الهيئة العليا للتأديب ليست الجهاز المكلف إدارة الموارد البشرية في الدولة اللبنانية. بل هناك جهاز آخر ملج بهذا الدور. مين هو؟ هو مجلس الخدمة المدنية. نعم. الهيئة العليا للتأديب هي محكمة تتولى طمع المخالفات ومحاكمة الموظفين المرتكبين.
هذا نعم. هو دورها، يعني هي تتولى إنزال العقوبات المسلكية بناء على تقارير بتردكم يعني من التفتيش المركزي، بناء على قرارات إحالة كمان طردنا من أجهزة تانية، هو التفتيش المركزي واحد منا طيب. والسلطات الصالحة للتعيين. هل بتلاقي طبيعي أنه ما يكون في عنا أعداد وأرقام عدد الموظفين بالقطاع العام، وهل توافق الرأي أنه في أعداد كتير كبيرة وهو سبب من إرهاق الدولة، خزينة الدولة هو هيدا العدد؟ يعني أنا بعد خبرتي نعم. بالإدارة العامة، خبرتي السابقة في ديوان المحاسبة والحالية نعم. بالهيئة العليا للتأديب، بعتقد أنه الدولة اللبنانية جهاز يعمل تقريبا ثلث الموظفين في الدولة اللبنانية يعملون بصورة جيدة وبصورة أمينة. ثلثهم يعني الثلثين لا؟ ثلثين وثلث لاحق مصالحه سرقة ونهيب، والثلث الثالث هو عاطل عن العمل. أوف. يعني الدولة اللبنانية سرقة ونهيب وأنتم مش عم تقدروا تأدبون للي عم بيسرقوا؟ يعني نحن ما فينا نحط إيدينا مباشرة على الملفات، بدها الملفات توردنا. نعم. يعني موظفين الدولة اللبنانية في قسم كبير قسم منهم من النزهاء والناس نعم. القديسين، وهن بفضلهم ماشي وقف الدولة. نعم. بس في قسم كبير قسم منهم كمان لا يستهان به، عم بيراكموا ثروات. نعم. وجزء كبير من الدين العام، جزء من الدين العام هن مسؤولين عنه، ومسؤولين عن سوء الخدمات، وسوء الخدمات بالدولة اللبنانية بتسبب نقص في الاستثمارات. نعم. ونقص في الاستثمارات تؤدي إلى ندرة فرص العمل. هل أنتوا يعني بتنبهوا الإدارة على بعض هيدي التفاصيل ولا ما عندكم أي دور أو ما حدا بيسمع؟ لا، نحن بتقاريرنا السنوية نعم عم نشير لهذا الخلل واللي حكي عنه سعادة النائب، نحن نعم. سبق وحكينا فيه وحذرنا منه، ونحن نعمل جاهدين لإصلاح الوضع، بس منذ 5 سنوات لليوم نحن نعمل ولا نجد آذان صاغية ولا نجد للأسف من يدعمنا في هذا المشروع. هلأ نحن نعول على فخامة رئيس الجمهورية وعلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري وعلى الإجماع الوطني لمعالجة هذا الموضوع. هناك إجماع وطني أنه ما بقى في عنا إمكانيات لحتى نقدر نضل بهالاستنزاف، لأن هذه هي الفرصة الأخيرة، بكل الأحوال. نعم تفضل. إذا لم نستغل سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع. بهنيك على الفكرة، هي هي المضبوط. شكرا لك حضرة القاضي. شكرا لك حضرة القاضي مروان عبود. شكرا حضرة القاضي. قبل ما نكمل بقي معنا فاصل إعلاني ومنكمل الحلقة.